الحقيقه جزء التغييرات ده مهم جدا، ويمكن كابتن حسام بيتعامل معاه بشكل جيد. يعني على حسب سير المباراه اكيد، يعني كابتن حسام بيتعامل معاه يعني في حاله الفوز بيدي طبعا كامل الفرص للاعبين، ويمكن لو الامور بتبقى متعربه شويه طبعا بيتعامل معاه بشكل مختلف. كابتن ربيع، يمكن كنا بنتكلم على الاحتياطي واهميه الاحتياطي والاوراق الرابحه داخل الفريق من خلال دكه البدلاء. النهارده يمكن كنت عايز صالح جمعه ياخد وقت اطول، وكنت بتطالب النقطه دي. يمكن صالح جمعه نزل في الدقيقه 76، يعني وقت كافي ولا مش كافي كابتن؟ لا، وقت من وجهه نظري مش كافي، خلينا واقعيين، لان انا برضو طب صالح. انا استاذنك بس كابتن ربيع، معانا طبعا كابتن حسام البدري المدير الفني لفريق نادي الاهلي. طبعا كابتن حسام مساء الخير على حضرتك، ومبروك، الف مبروك وصولك لدور الثمانيه يا كابتن، واداء رائع في دوري المجموعات يا كابتن. تحياتي ليك يا كابتن فاروق، كابتن ربيع، سمونا كابتن وليد، حياتي ليكوا. مظبوط كده، وكابتن ربيع فيه. يعني كابتن ربيع، كابتن ياسر ريان، كابتن سمير كمونة بيرحبوا حضرتك وبيقول لك مبروك برضه كابتن. تحياتي ليك، مبروك يا كابتن. اكيد طبعا. عاوز مني كلام على المباراه ولا؟ لا، انا الاول ببارك لحضرتك، وطبعا يعني اكيد المجموعه كانت الى حد ما، يعني النهارده احنا بنختم اخر مباراه في المجموعه، واحنا كنا لسه ما حددناش وصولنا، لكن احنا كنا عندنا ثقه بشكل كبير يا كابتن حسام ان انتوا النهارده هتقدم اللي عليكم وتوصلوا ان شاء الله لدور الثمانيه، وده خطوه ان شاء الله لنهاية افريقيا يا كابتن. اكيد طبعا، الحمد لله. في بعض المباريات كمان انا بقول ان احنا بنتكلم عن لوائح فنيه وادائنا الفني في المباراه، لكن مباراه النهارده يمكن مختلفه شويه. كان الاهم طبعا التاهل، وان احنا نتاهل النهارده ونترجم خاطف مشوارنا الافريقي والمرحله اللي جايه. اكيد طبعا على الجانب الفني برضه في بعض الايجابيات وبعض السلبيات، لكن انا بحيي اللعيبه على ادائها. شفنا برضه وعي الجماهير، واللي يجي هدف فيك في الاول، تماسك اللعيبه وخبرات لعيبه النادي الاهلي ووعي جماهير النادي الاهلي، اللي انا بشكرهم على وعيهم. صحيح، ان شفنا رد الفعل بعد الهدف، التشجيع ودعم اللعيبه بشكل ايجابي، كان طبعا مفعول ايجابي كبير جدا. واكيد الفوز النهارده كان مهم، الحمد لله بنختم بيه مرحله وهدف من اهدافنا الاساسيه بعد حسم بطوله الدوري العام. ان شاء الله رايحين للاصعب باذن الله، لكن ان شاء الله كل حاجه بوقتها. صحيح، الحمد لله. انا بشكر اللعيبه وبشكر الاجهزه اللي موجوده معايا على التعب الفتره اللي فاتت، وبقول الحمد لله. كابتن حسام، يمكن يعني ان احنا نشتغل على مباراه زي كده وتعتبر المباراه فيصليه بالنسبه للنادي الاهلي، اكيد يعني كابتن حسام تعامل معاها بشكل مختلف عن الفتره اللي فاتت. اكيد طبعا، هي كل مباراه بيبقى ليها ظروفها، خلي بالك ظروفها وحاله اللعيبه وحاله الفرقه كامله. انت عاوز ايه من المباراه؟ في مباراه انت بتبقى زي مباراه زمالك اللي فاتت، انت بتبقى داخل عاوز تكسب او تتعادل، يعني في مباراه بتبقى عاوز لا لازم تكسب بس. فكل مباراه بتبقى ليها حساباتها وليها تفكيرها، في نفس الوقت حاله اللعيبه اللي عندك، الاوراق اللي موجوده عندك. والدليل على كده طبعا، يعني يمكن الناس النهارده بتتكلم على استخدام عمرو جمال النهارده من البدايه، دي برضو المعايير اللي انا قلتها من شويه، هي دي اللي خليت تبتدي بعمرو جمال النهارده. ولابد يبقى فيه راس حربه صريح موجود يقدر يترجم الضغط الهجومي اللي احنا هنعمله، سواء من العمق او من على الاطراف. في طبعا نوعيه ان يكون راس حربه عنده شراسه شويه، وده طبعا برضو مرتبط بالحاله اللي موجود عليها عمرو جمال في الفتره الاخيره. حاسه طبعا كان برضه ساعدته بشكل كبير، ويمكن كان في قعده معاه امبارح وانا سعيد، يعني هو بعد ما دخل على طول دخلنا انا وهو سعداء ان احنا توقعنا يبقى في توفيق النهارده ويحرز اهداف. فالحمد لله طبعا، وبحيي اللعيبه كلها، لان اللعيبه كلها شفنا النهارده اصرارها على الحسم والفوز، كان مهم جدا حقيقة كابتن. يمكن كابتن حسام، بس هو سؤال يعني أنا شايفه، بس لأن هو يعني جاي لي من بره، أو يعني استفزني بس بعض الكلام في بعض التحليل الفني. سامع، معلش أنا بحاول أضغط. كابتن حسام، السؤال إيه؟ السؤال بالنسبة لي كابتن، يعني عبد الله سعيد وجونو أجي، بعض الناس قالوا كابتن حسام مصر إن هو يشركهم بالرغم إن هم مبتعدين عن مستواهم، لكن النهارده جونو أجي وعبد الله سعيد بيحرز الهدف الثاني، وجونو أجي هداف من هدافين هذه البطولة حتى الآن. يعني الكلام كتير على اختيار كابتن حسام التشكيل. كابتن فاروق طبعا، خلي بالك يعني الجمهور طبعا عنده عواطف، احساسه بتبقى مرتبطه بالعواطف، وفي بعض الناس وده طبعا هي دي الجماهير، احنا بنتعامل مع كده ولازم نحترم رغبه الجماهير
وده احساس الجماهير واي مدرب كمان اللي بيفرق في الحاجات دي. لكن انت بتبقى تصورك للمباراه وخبرات اللعيبه اللي عندك وحجم المباراه اللي هتلعبها واللي مطلوب على المباراه والضغوطات اللي هتبقى موجوده مع المباراه. يمكن البعض بيقول لك لا فلان، انا مش هقول اسامي يعني، لا هو اللي يبتدي ده لا، لكن انت كمدرب بتبقى الحاجات دي لازم طبعا عندك فيها داتا، بتبقى عندك انت ما تتاثرش بالكلام دوت، وفي نفس الوقت تتعامل مع المباراه. واحنا بنشوف العناصر كلها موجوده، حتى العناصر اللي جماهير بتطلبها شاركت النهارده وموجوده النهارده صحيح، لكن في توقيتات معينه. وشفنا حتى ان كان الناس اعتقد ممكن ما تجيش، كان لهم تاثير النهارده وجابوا اهداف وكانوا ليهم يعني عامل كبير ان هم يفوزوا بالمباراه النهارده. فدي الرساله اللي انا بقولها طبعا، وانت لازم طبعا تحترم كل الاراء دي، لكن انت كمدرب فاهم كل العوامل اللي انا بقولها، تاخد القرار الصح لمصلحه الفرقه بعيد عن اي تاثيرات خارجيه. كابتن حسام، يمكن كابتن ربيع بس عايز يسال حضرتك سؤال، نستسمحك بس بعد اذنك. كابتن حسام ازي صحتك؟ اتفضل كابتن. كابتن حسام. كابتن ربيع، بشكرك على المجهود الكبير اللي انت عامله بصراحه مع الفرقه دي، حقيقه مستوى رائع جدا، في ثبات في المستوى، تغييرات طبعا محسوبه كويس جدا، فانا بشكرك يا كابتن على المجهود الكبير اللي انت عامله مع الفرقه والفنيات. الحمد لله حسمنا الدوري قبلها بفتره ما حصلش من سنين، يعني القادم ان شاء الله يبقى افضل واحسن. احنا في ظهرك كابتن حسام، ونتمنى لك كل التوفيق، ونشكرك على ادائك المميز مع فريق النادي الاهلي، وعلى مجهودك الرائع اللي انت عملته من بدايه الموسم لحد الان مع لعيب الاهلي وجمهور النادي الاهلي. واقل حاجه نشكرك على المجهود اللي انت عامله الكبير جدا جدا اللي بتبذله، وان شاء الله القادم افضل واحسن باذن الله يا كابتن ان شاء الله تعالى. كابتن حسام الف مبروك كابتن. بشكرك وبشكركم، وتمني انا متابع ارائكم المميزه وكلامكم المنطقي واللي فيه توازن فعلا، يعني انا بتابعه على طول، وده طبعا بيبقى برضه شيء ايجابي جدا، لان زي ما انا بقول احنا دورنا احنا كناس عمليين، ان احنا في بعض الاحيان لما تبقى في بقول اشعور بيبقى في عواطف وكده بنشرح ونتكلم ونوضح. انا طبعا بشكركم على ارائكم المميزه جدا، وبشكر كابتن وليد، انا سمعته اكثر من بره، كل الزملاء اللي معاكم ارائكم مميزه جدا، وان شاء الله باذن الله يبقى في تكاتف، لان احنا كلنا لينا ادوار، يعني حتى دوركم انتم من بره في القناه، احنا موجودين مع الفريق، كلنا لينا ادوار مهمه جدا ايجابيه، وكلنا بنكمل بعض. طيب كابتن حسام، يمكن يعني الاستعداد بقى داخلين على بطوله كاس مصر امام وادي دجله، وبعديها ان شاء الله البطوله العربيه ومباراه الاهلي والزمالك، طبعا دي مباراه راحه راحه. لا يعني عايزين نعرف كابتن حسام بيفكر الفتره الجايه شويه. لا مبروك طبعا، احنا كلنا سعداء كابتن وصول طبعا. انا عندي صلاح مشجع حد عبد الله، صلاح ياخد مني التذاكر ويقول لي مباراه يوم 17. خلينا واحده واحده. لا خد الراحه كابتن. كله طبعا كله مركزين في كله، وانا بشكر اللعيبه لان زي ما انا بقول لكم، يعني حتى الفترات اللي فاتت في لعيبه كنا مخليهم يلعبوا مباريات الدوري، وشفت ظهروا بمستوى كويس وتحملوا المسؤوليه، وبرضه هيبقى في مجموعه هتريح بكره، مجموعه هنبتدي من بكره نحضر السنه مباراه كاس مصر، فاحنا شغالين بشكل على طول، ودعواتكم لان احنا فعلا محتاجين راحه لكن مستعدين نريح يعني. صحيح كابتن، بس انا معايا كابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي، يمكن اكبر نادي في الوطن العربي وافريقيا، لازم طبعا اساله لما يبقى معايا. كابتن حسام سؤال طبعا اخير وبعد كده خلاص هنريحك كابتن حسام. بطوله ماتش الكاس الو. طيب كابتن حسام بقى ايه؟ وقع مني، كنت عايز اساله بس اللعيبه ان شاء الله.